مساء الخير عليكم. النهاردة عايز اقول لكم كلمتين. الدنيا حق انتفاعه بس. الدنيا ملخصها في كلمتين، انها بكل اللي فيها حق انتفاع، مفيش حد يملك فيها اي حاجة. معاك ورق ملكية لكل حاجة عندك، صح؟ شقتك، ارضك، عربيتك، حسابك في البنك وغيره وغيره. لكن تعال نفكر، نفس الشقة اللي انت فيها باسمك او كانت باسم والدك، بعد كام سنة ربنا يطول في عمرك هتبقى باسم حد من ولادك، صح؟ يبقى انت كنت عايش فيها حق انتفاعه بس، لغاية ما تخلص رسالتك وبعدين تسيبها للي بعدك زي ما سابها لك اللي قبلك. والدنيا كلها بتلف كده على الكل. الغريبة اننا بنتخانق ونكره ويمكن نقتل بعض على حاجات ربنا مسلفها لنا نقضي فيها كام يوم او كام سنة وبس. مفيش ملكية حقيقية في الدنيا، كلهم مجرد ملكية وهمية. الملكية فقط لله سبحانه وتعالى، مالك الملك. مثال زي غرفة الفندق، بتبقى بتاعتك اليومين اللي مأجره وبعدين بترجع لأصحابها، او كرسي الطيارة او القطر او التاكس، بيبقى بتاعك كام ساعة لغاية ما الرحلة تخلص وبيجي اللي بعدك ياخده. لو فهمت كده هتعمل حاجات كتير، مش بس حلوة، حلوة قوي. هتتبسط باللي عندك وتعمل بيه حاجات جميلة تفرح بيها وتفرح كل حبايبك. عايز تقتصد وتحوش، حوش بس بحكمة، لكن اوعى تبخل على نفسك وعلى اللي معاك. كمان هتبطل تتخانق وتضيع وقتك على حاجات تتحل بشوية تفاهم. اخسر فلوس بس ما تخسرش راحة بالك، واوعى تضيع عمرك على حاجات هي في الاخر مش ملكك. ابسط اللي حواليك وخليهم يفرحوا. افتكر ان كتير من اللي حوشناه يترمى، ينسينا انه عندنا اصلا، يروح للي بعدنا. كده هتفرق. وتكتر من اعمال الخير علشان قلبك يعيش مرتاح. الخلاصة، افتكر ان الدنيا حق انتفاعه بس. اللي عندك استفيد منه وفيد بيه الناس على قد ما تقدر. ويا رب اجعل الدنيا في ايدينا وما تجعلهاش في قلوبنا.